بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. بالبداية دايما منبلش برنامجنا بمعلومة. بمعلومتنا لليوم، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أصدرت تعميم بيتعلق بإعطاء توجيهات عامة حول تحديد محيط مراكز الاقتراع في انتخابات سور الفرعية، حيث أنه المادة 91 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17/6/2019 نصت على ما حرفيته: قوى الأمن مكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع. لذلك نرى أن محيط المركز ينبغي أن يخضع للأصول التالية: يقصد بمحيط مركز الاقتراع المسافة الممتدة 50 متر عن مدخل المركز من كل اتجاه على قارعة الطريق ووفق الواقع على الأرض. في حالات أخرى يمنع دخول السيارات والآليات محيط المركز من أي جهة كانت ما عدا حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية بشأنهم من قبل القوى الأمنية، كما يستثنى الفنيون الذين يستدعون إلى مركز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لتصليح عطل ما، عطل طارئ. 3. يمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ضمن المركز ولا سيما من خلال مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة. 4. وفي مطلق الأحوال تقفل المكاتب الانتخابية الواقعة ضمن هذا المحيط اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم السبت الذي يسبق العملية الانتخابية ولغاية الساعة 6 من مساء الاثنين. متابعة. بمتابعتنا لليوم حبيت ضوي شوي على قانون الإيجارات. كلنا تابعنا قولت مبارح ومبارح الحل عنا. بيأسفني كتير إنه أحدهم ست اليوم اتصلت فيي وقالت لي أنا بحب كتير الام تي في وما بحضر إلا الام تي في، ولكن ليه أنت يا ست ريبيكا ضد المستأجر؟ أنا اعتذرت منها وقلت لها ما رح أقبل إنك تتهميني بهالشي هيدا، وسكرت الخط. وأنا بحب أقول لكل المشاهدين، مستأجرين أو مالكين، هيدا البرنامج منه إلا ضمن طبعاً لكل المواطنين اللبنانيين. نحن تحت القانون وبالتالي لسنا طرف مع أي كان، نحن منا طرف، ونحن دايماً مع كل شيء اسمه حق. ونحن برجع بقول تحت سقف القانون، في قوانين صادرة، مش دايما القانون بيعجب كل الناس. وبعرف انه المستأجرين عندهم كتير من الملاحظات، وبعرف انه كمان عملوا اعتصامات كتير، وبعرف انه تقدموا من خلال 10 نواب بتعديل قانون الإيجارات الأخير اللي صدر بالعام 2014. هذا موضوع أنا لا علاقة لي فيه، هيدا قانون صادر والفصل بتعديله أو بإلغائه أو بتجديده كله يعود إلى المجلس النيابي الكريم. أما الواقع الحالي، هناك قانون إيجارات صدر بالعام 2014، وهذا القانون هو ساري صار فيه تعديل عليه بال 2017. المستأجرين بيقولوا ببلش بال 2017 من وقت التعديل، إنما في لكم انه هذا القانون في اليوم احكام صادره عن طبعا احكام استئنافيه بغرف استئنافيه بتقول انه على مثال البحث، يعني رح حطها على الشاشه اذا قدرت دوري تحطها: اعتبر القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في دعاوى الايجارات الرئيس انطوان الحاج ان الزيادات القانونيه في الاماكن السكنيه تبدا من تاريخ نفاذ القانون بتاريخ 26/12/2014 وليس ابتداء من العام 2017. هذا نموذج عن قرارات صادرة عن القضاة يلي بينظروا بموضوع هلأ. اللي عنده أي قرار تاني من أي قاضي
بيقول إنه ابتداء من العام 2017 يبعت لي إيه وأنا أكيد رح حطه على الشاشة. ولكن نحن ما بدنا نضيع المستأجر، خصوصاً المستأجر. وأنا اليوم دخلت على صفحة من صفحات المستأجرين على الفيسبوك وشفت حاطين لقاء مع المحامية مايا جعارة يلي أنا بحترمها ويلي كانت ضيفة عدة مرات معي بالبرنامج، وهي المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين. تحدثت عن المستندات المطلوبة والجهة اللي عم بتتابع ملفات، لأنه كلنا منعرف أنه اليوم صدر المرسوم رقم 4773 بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق أحكام متعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، صادرة عن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وموقعة من فخامة الرئيس، وطبعا موقعة أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميديون ووزير المالية علي حسن خليل ووزير العدل ألبرت سرحان. تأخر لصدر المرسوم؟ لا، ما تأخر، المرسوم صدر، ولكن كان ناقص أنه وزارة العدل أنه هي تسمي المساعدين القضائيين والقضاة يلي بدهم ينظروا. وبالفعل وزير العدل ألبرت السرحان أصدر قرار حمل الرقم 1912 وعين فيه المساعدين القضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار. فينا نقول أنه اكتملت العملية كاملة وصار على المستأجرين معهم مهلة شهرين أنهم يقدموا، ويلي ما بيقدم بخلال مهلة الشهرين ما بعود عنده فرصة، وكل سنة بيتجدد بنفس الموعد حتى يضموا يستفيدوا إذا طبعاً بموضوع الاستفادة من الصندوق. والمرسوم يلي صدر رقم 4073 4773 رح أقول كمان صدر بتاريخ 17 أيار 2019، واكتمل وأكيد الكل بيقدر يطلعوا فيه. ما رح عدد بكل محافظة مين القضاة اللي عم ينظروا، ولكن التأخير اللوجستي اللي حاصل هو رؤس الاستئناف بكل الغرف عم بحضروا الغرف الخاصة بهاللجان هيدي، يمكن اليوم يطلع القرار، يمكن بكرة، يمكن بعد بكرة، حتى يبلش يعني قرار لوجستي بس لبتأمين الغرف للجان يلي رح يكون دوامة بعد الظهر خارج الدوام الرسمي، ويلي على كل المستأجرين الراغبين يبلشوا حضروا وراءهم حتى بس يقولولن القصور العدل رح تستقبلن بها الغرف هيدي يكونوا هن جاهزين. أما شو المطلوب حتى ما يقولولي المستأجرين خصوصا استاذ أنطوان كرم أنه بعد ما بلشوا، إيه ما بلشوا بس بين لحظة ولحظة بدون يبلشوا. وهو يعني الصراحة مبارح عم بقول إنه نحن صار في مغالطات وأنا تراجعت عنها وإلى ما هنالك. أنا مني محامية ولني قاضية ولني أنا اللي وضعت القانون يا أستاذ أنطوان، ولكن أنا أمامي مستندات وما بدي ضيع الرأي العام اللبناني وخصوصا المستأجر. بدي أقله للمستأجر أولا شو بتقله رئيسة اللجنة أو المستشار القانوني عفوا للجنة الأهلية للمستأجرين مايا جعارة، بتقول المستندات المطلوبة هي التالية: كل مستأجر مستفيد من الصندوق وقد تم تحديد بدل مثل مأجوره التقدم بطلب الاستفادة من الصندوق أمام اللجنة التي يقع ضمن اختصاص المكاني موقع المأجور. مثلا إذا كان مأجوره في بيروت يقدم الطلب أمام لجان بيروت. وعن المستندات المطلوبة يلي هل اللي عم بقوله هذا منشور على صفحة اللجنة الأهلية للمستأجرين حتى ما حدا يكذب حدا. بتقول المستندات المطلوبة على المستأجر تأمين جدول بأسماء أعضاء الفريق المستفيد أي الأفراد المقيمين، إفادة عمل صادرة عن المرجع الصالح إذا كان أجير أو عامل، أو تصريح شخصي بالدخل إذا كان يعمل على حسابه الخاص. وتشير جعارة إلى أن في
في حال حصول اتفاق رضائي بين المالك والمستأجر يمكن عندها للأخير إبراز الاتفاق، وعليه أيضا أن يتقدم بأوراقه في مهلة أقصاها شهرين بعد إجراء الاتفاق، وفي حال عدم إجراء عقد فإن حقوق المستأجر مضمونة من دون أي مهلة زمنية محددة. وأوضحت بعض المغالطات، ولكن هذه المغالطات تتعلق بموضوع البدء، يعني اعتبار قانون الإجراد من 2017، ولكن هو بالحقيقة ومثل ما أبرزت لكم هو من سار المفعول من تاريخ 26/12/2014. أما المادة الثامنة من القانون يلي أنا حابة أقريها للمستأجرين خصوصا حتى يعرفوا أنه ما حدا عم بيشوش لهم ولا حدا عم بيضيعهم، وخصوصا برنامجنا. أنا بدي أقول لهم، بتقول المادة الثامنة: يقدم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلبا إلى اللجنة التي يتبع لها المأجور معفيا من الرسوم كافة، ويؤدي تقديم هذا الطلب إلى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة أو بعدمها. ومثل ما قلت حاطين أكيد الطلبات المستندات المطلوبة يلي قلت لكم عنها. وبالمادة التاسعة بتقول: تنظر اللجنة بطلبات المساهمة لجهة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وتبت بها وفقا لما يلي: إذا كان أعضاء الفريق المستفيد من الأجراء أو العمال أو الموظفين يكون معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد مجموع المداخيل الشهرية العائدة لكل مقيم، إذا كان أي من أعضاء الفريق المستفيد يعمل لحسابه الخاص فإنه يعود للجنة التثبت بالوسائل التي نراها مناسبة من معدل دخله الشهري، وبالتالي يكون معدل دخل العائل الشهري المستفيد مساويا لمجموع معدلات. طبعا يلي نعني فيكم تطلعوا على القانون خصوصا على المادة 8 لتعرفوا يا مستأجرين الراغبين إنكم تستفيدوا من الصندوق معكم مهلة شهرين فقط بين اليوم وبكرة، ويمكن بعد بكرة يعني بالقريب رح تصدر، يقولوا لكم تفضلوا شرفوا اللجان حاضرة على مراكز قصور العدل في كل المحافظات والأقضية حتى تتقدموا. ومهلة هالشهرين إذا ما التزمتوا فيها يعني ما بقى فيكم تقدموا بمهل تاني، وبالتالي اللي بيقدم طلب بده يجدد هذا الطلب سنويا بنفس التاريخ. حتى أكون واضحة مع الجميع وحتى أقول للمستأجر حق للمستأجر، القانون عطاك هالأمور هيدي حتى يحفظ لك حقك، كمان للمالك بدك كمان تكون أنت تحت هذا القانون اللي صادر برجع بقول بال2014. أما اللي عنده أي أحكام عن القضاء بيتت فيها وبتقول من 2017، برجع بأكد بعتولي إياها حتى حطها على الشاشة ويشوفوها كل الناس حتى نقول إنه بالحل عنا نحن منا طرف لا مع المستأجر ولا مع المالك، نحن مع القانون يلي بيصدر عن المجلس النيابي ومع المراسيم يلي بتصدر عن الدولة اللبنانية. كل تعديل يطرأ نحن حاضرين نعطيكم إياه، ولكن نحن ما رح نقبل حدا يضيع المستأجر ولا يضيع المالك. انتبهوا يا مستأجرين من التضليل، مش الحل عنا اللي عم بيضللكن. عم كون كتير واضحة وصريحة، أنا لني مالكة ولني مستأجرة ولني طرف، وبعتذر من كل شخص اتصل فيي واتهمني. أنا بدي اعتذر منه، بدي أقول له رجع للقانون، ما ترجع لإلي أنا. والقانون وضحت لكم شو صاير وشو عم بيقول. أنا حبيت وضح هذه النقطة للمرة الأولى والأخيرة، وبالتالي بتمنى برجع بقول كل إنسان هذا القانون موجود يرجع لمحامين عنده ثقة فيهم هن بيقولوا له شو لازم يعمل. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، وبعتذر سلف ما رح أخذ ولا أي اتصال يتعلق بقانون الإيجارات. ألو؟ ألو، أهلا، تفضل.
يعني بدي احكي مع مدام ربيكا. ايه معك ربيكا، تفضل. معي ربيكا، مدام ربيكا. نعم ربيكا معك، تفضل. لا بدي احكي على الكهرباء عندنا. ايه شو عندك، تفضل. نحن ساكنين ببعبدا. اوكي. باول طريق الجمهور من جوا. نعم. جنب السفارة البولونية وجنب مطعم الكروان. نعم. في هنيك ديجونتير حاطينه محول. نعم. ايه. ما عم يحمل بقى؟ لا ما بقى عملوا لنا اياه 250 فولت عاملينه. كنا ثلاث اربع بيوت. هلا صرنا 30 40 بيت، كل نص ساعة بتقطع الكهرباء. ما عم يقطع، بده تكبير. نعم. بده تكبير. بده تكبير. بعثوا لنا شركة كهرباء واحد. نعم. شافوا قال بده هذا تكبير ولازم تغيير. قلنا له غيروا، قال لا انتم بدنا ندفع، نحن بدنا ندفع تنغير موتور ديجونتور لكل الشارع. هذا ديجونتور تابع لكهرباء لبنان مش ديجونتور؟ لا لكهرباء لبنان. اي لا بدي اسالك. اعملي معروف. بدي اسال وبجاوبك على الاكيد. اهلا وسهلا فيك. يعني بعد في المواطن ما دفع كمان الكابلات والعواميد وشو بعد في؟ لشو الكهرباء موجود اذا كان هيك؟ لشو شركات الكهرباء؟ هالمواطن لكان بيجمعوا حالهم بحطوا عمود بيدفعوا حقه، هذا الشيء ما بيصير. خليني انا اعرف اكيد الموضوع المضبوط من كهرباء لبنان. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا وبياخد اتصال جديد. الو الو. بونجور. بونجور. كيفك ست ريبيكا؟ ايه نعم تفضل. كيفك؟ عبدو معك. اهلا عبدو، شو كيف صرتي عبدو؟ عملت عملية خطيرة برية ويا ست ريبيكا انا عم بلتجي لالي. كنت بتعرفي انا قاعد على مكنة اكسجين وباخذ 17 دواء، بعرف اللي 3 دواء بالام تي بي المحبين حطوا لي اياهم، بس بعد في ال 14 وانا بحاجة لاتساعد ورقمي صار 7-1-1-2-8-5-2-1. حياة العضلة يا ست ريبيكا، عملت عملية خطيرة والوضع بالبيت صفر والمكنة الأكسجين تعبانة، أنت بتعرفي ناشد اللي إيدي ومبيت. رقمي 7-1-1-2-8-5-2-1 يا ست ريبيكا. إن شاء الله الأيادي البيضاء ما بتنتهي بهالبلد. سلامتك يا عبدو، واكيد نحن يعني مشكور دائما الست يلي عم بتامن لك الادويه كل اخر شهر وبانتظام، وهيدا الشيء يعني تشكر عليه. وكتار كمان يلي لما عم يسمعوا نداءك عبر برنامجنا ما عم يتاخروا. بقى نحن بنشكر كل انسان بمد ايده لانسان بحاجه، على امل انه تنتظم الامور بالدوله اللبنانيه وما يعود اي انسان بحاجه لانسان، انما الدوله تكون رعيته، لانه هي بالنتيجه مسؤوله عن مواطنيها يعيشوا بكرامة، أقله يكون عندهم الاستشفاء والطبابة، الدواء، التعليم والعمل، ما بدنا شيء غير هيك. أهلا فيك عبدو، سلامتك. بأخذ اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور أهلا مدام ريبيكا. نعم تفضلي. بيش بدي أسألك سؤال. تفضلي. من المي والكهرباء أشياء بس بدنا إياها، لكننا حيرين فيها من أيام شكل القوات اللي قال وقتها حرام غير ما نصر بإسرائيل دولة يعطوا وطن للفلسطينية، بدنا نحن عنا 600 واحد بس فلسطيني من أيام. لك يا مدام شديا، ليش دايما بتدخلي لي القضايا السياسية ببرنامج؟ نعم. حكيني كهرباء، حكيني مي، شو بدك بالسياسة؟ تركي على أربابها وهيك ومش مخلصين. بس بدي أعرف أنا هيدا الشيء، لأن حرام عم روح شباب من عنا ومن عندهم أمريكا وروسيا وسوريا بدنا نصر بإسرائيل غصب عن رقبتها. هلا هيدا موضوع مدام، بدي لك شغلي مدام شديا، أنا بتمنى عليك لما عم تتصلي فينا احصري دايما مواضيعك بالقضايا الإنمائية والخدماتية، موضوع السياسي في عنا كتير برامج سياسية وبتستقبل كمان، فأنا بدي اعتذر منك، ما بقدر فوت بالقضايا السياسية لأنه برنامجي منه سياسي. باخد اتصال آخر. ألو ألو ألو. يعني ما في اتصال طبعا. يعني القضايا السياسية أي شخص بيطلع على الهوى هو مسؤول عن الكلام يلي بيقوله، نحن مش مسؤولين عنه، هذا شيء طبيعي. نحن بحب أوضح كتير هذا الموضوع خلال البرنامج، وكمان برجع بقول أنه يلي عم يتصل فينا دايما يحدد شو بيريد، وإذا بيكون عنده مستندات ولا أرقام ولا شيء، هيدي كتير بتفيدنا لما بناخد الشكوى حتى نعطيها ونتبعها. بياخد اتصال آخر. ألو
الو 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 بونجور. بونجور مدام. الو تفضلي. الو تفضلي مدام، عم بسمعك. مدام ريبيكا. نعم. انا حكيتك مرة الماضي بخصوص سلسلة، قلت لك بدي اروح على الحبس وما بعرف شو. ما طلع لنا شيء، نحن ما قبضنا، بحب حدا يوضح لنا ليه. لخبرك لما يعني قبضنا مرة واحدة وما قعدنا صراحة قبضنا. لما سألتيني على الهواء اتصلت بوزارة المالية مثل ما وعدتك، وقلت لهم يعني سألتهم أنه أي متى المرحلة الثانية من السلسلة رح تدفع أو الثالثة، لأنه في ناس أخذوا ثاني ما أخذوا ثالث. قالوا لي السلسلة المراحل رح تدفع مع الراتب الشهري. وإذ أفاجأ بحلقة امبارح حدا اتصل فيي قال ما قبضناها، واليوم حضرتك عم تقولي لي ما قبضناها. أنا بالمالية قالوا لي أنه المرحلة الثانية رح تنزل مع المعاش اللي بده يطلع شهر آب يعني. هلا رح أرجع راجع المالية بالموضوع. باخذ اتصال آخر. ألو بونجور. ألو 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 بونجور. بونجور عم بسمع أنا. ريبيكا معي؟ إيه ريبيكا. إيه بس عم بحكيك كرمال في دورة جمارك. نعم. مدين عليها من 2014 مزبوط. طلعت النتيجة من شهرين ولهلأ بعد معي أنه موعد الالتحاق. مزبوط. فلحنا بس بدنا نسأل حدا يعطينا أي معلومة أنه أي مدى ممكن تتعين بالدورة. ولا أنا آخر مرة حكيت مع المدير العام قال لي أنه هو مضيها، عند مين رايحة ومين ما معادها صارت ما بعرف وين صارت. بنرجع نشوف. تعرف موضوع التوظيف وموضوع الملحقين وموضوع يلي توظفوا خارج عن القرار اللي كان متخذ بأب 2017، خلطوا الأمور كلها ببعضها، صار اللي له حق يتوظف ما توظف، ويلي دخل هيك ما بعرف بأي طريقة على الدولة توظف. يعني هذا موضوع شوي كبير وشائك. بس أنتوا طبعا يعني مثل ما دايما بقول، أنتوا بعتوا وراكم لأنه طالبين ورحتوا تقدمتوا على الوظيفة ونجحتوا بكفاءتكم، ونحن بدنا تكون الوظيفة دايما الرجل المناسب في المكان المناسب. فنحن بنتمنى اليوم قبل بكرة الدولة تصدق معكم، وإذا ما صدقت معكم يعني ما بتكون صادقة مع شعبها، مفروض تصدق معكم وتلتحقوا بالمراكز اللي أنتوا تقدمتوا من أجل الخدمة المدنية بكل بساطة. باخد اتصال كمان. ألو ألو تفضلي. شو عندك؟ هلا حكيتها مع دوموزيل. ايه حولتك، تفضلي شو عندك؟ ايه انا عندي عن قصة الجيران. ايه الو. ايه ايه بونجور مدام ريبيكا. بونجور. شو بهون الجيران؟ يعني الجيران صراحة نحن ما صدقنا انه عمرنا وعندنا منظر فيو كتير رائع على البحر، واذ على السطح الارميد مع انه في مواصفة في شروط. ايه في شروط ومواصفات للأسطح يحطوا ألواح للطاقة الشمسية. نعم. فالألواح الطاقة الشمسية حطوا إعداد حديد وعلوه تقريبا 4 متورة، فالمنظر كله هلأ بدل ما تشوفي منظر أرميد مرتب حطوا دواخين تقريبا 4 متورة للشوفاجات تبعونه. هلأ أنا حكيت البلدية. نعم. يعملوا لأنه هن ضمن المواصفات، بس واحد يعني ترتيب بدل ما توقفي على البلكون تشوفي كل شيء مرتب، هلا عم بتلاقي اشياء كثير عاليه، نص المنظر البحر اختفى من قدامنا، والبلديه حكيتهم بيقولوا لي هن ضمن المواصفات. هلا انا ما بقدر اعرف شو هي المواصفات تقلك اذا معها حق البلديه ولا انت معك حق، انا ما بعرف شو هي المواصفات اللي علوه غيره، ولكن اذا بتحبي بقدر اسال مثلا اذا واحد بده يحط قديه بده يكون لعلو، قديه اذا في مواصفات يعني واضحه وعم بيعتمدوا عليها انا بعطيها على الهواء وهيك بتكون واضحه لكل الناس. رح اسال وين باي منطقه حضرتك مدام؟ عين سعاده، لانه عم بتطلع بغير بنايات. نعم. ما في هالعلو ال4 متورة عن الالواح الطاقه الشمسيه، ولا في هالقد يعني انا شاكه انه يمكن في بتعرفي هون في وسايط بيعرفوا بالبلديه وهيك عم بيصير في تطنيش عن الموضوع. الواحد نعم. عنده منظر بيجي الثاني بيصدم له يا 4 متورة انه في شيء منه كثير منطقي. نعم. انا رح اسال بهذا الموضوع واكيد بجاوبكم يعني. هلا طبعا
إذا في واسطة ولا ما في واسطة، بس بعرف إنه الواحد إذا بده يسكر بلكون أو بده يعمل أي شيء يعني بتطلب منه البلدية أول شيء إنه يجيب موافقة الجيران أو يلي حواليه، يعني ما في شيء بيصير بدون موافقة، يعني مش شغلة هيك بتصير هيك يكوني فكانت، عرفتي؟ هلا ما بعرف موضوع الطاقة الشمسية وحجب الرؤية وهيك إذا بدها كمان موافقة الجيران أو موافقة هيدا، بدي أسألك بالموضوع بعطيكي جواب. أهلا وسهلا فيك، بنتابع ناخد اتصالاتكم على 04-444-444. بلشوا المواطنين يسألوني تخلص مهلة الدفع طبعا تعرفة المي بآخر أيلول، وبلشوا يسألوني هل مؤسسات المي رح تبلش تعملنا غرامة ابتداء من تشرين. صراحة أنا هذا السؤال بدي أسأله لمؤسسات المي، وكمان سؤال تاني لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، كتار عم بيحاولوا يدفعوا التعرفة السنوية عبر الأونلاين، لأنه كلنا بنعرف أنه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عندها أونلاين، بقى ما عم يقدروا على الأونلاين كمان، فأنا وعدت أنه كمان رح أحكي المؤسسة شوف إذا مشي بشكل صحيح الأونلاين أو بعده تجربة حتى أقول للناس أنه ما تعذب حالها، وإذا كان أنه خلص يعني عملوا التجارب ومشي بدي أقول أنه في عطل يعني ما عم يقدروا الناس يدفعوا أونلاين. بياخد اتصال. ألو ألو صباح النور. صباح النور. بدي أسأل، أنا متقاعد. نعم. من كوال أمن. نعم. هالشهر هذا زيد معاشي 59,000 ليرة. نعم. أنا طالب برتبة رقيب. نعم. منصوبي للخدمة بنسبة 65%. بدي أعرف كيف هالزوجة هاي 59 على أي أساس؟ قديش النسبة المئوية؟ وإني عارف أبدا ما نعرف شيء عنها، ممكن أعرف بعد أمرك بس. بدنا نشوف مين بيقدر يوضح لنا إياها، لأنه كتار يعني في كتير متقاعدين غير حضرتك وغير بسلك القوى الأمن عم يسألوني انه كيف عم تحتسب وقديه بيطلع لنا، ويعني انا صراحه بدي اشوف حدا بيقدر يجاوب الكل على هذا الموضوع حتى يكون في شفافيه كمان معكم. يعني اهلا وسهلا فيك، يعني رح شوف مين بيقدر يجاوبنا على هالاجوبه بكل شفافيه تتوضح لكم تتعرفوا انتم كيف راتبكم صار، خصوصا بعد السلسله وبعد كل الاجراءات يلي اتخذت بالموازنه. صوره اليوم نشوفها سوا. هالمرة صورة اليوم هي فيديو وصل من بقاع كفرة بلدة القديس شربل، طريق المغارة يلي حكينا عنه من نهار عيد مر شربل وطلعت الناس تتبارك، تفاجأت بالطريق انه ليش بعد ما تزفتت. صراحة انا حكيت مع رئيس الاتحاد ورئيس البلدية وقال لي انه لعملوا كل البنى التحتية وزبطوا هالطريق واستملاكات، مشكورين الأهالي. بقي التسفيت يلي نوعد فيه من بعد أسبوع من ما حكيته، ولكن الظاهر مع توقيف القسارات اليوم ما عم بيكون يمكن في زفت، ما عم بيزفتوا. هذا سؤال بدي أرجع أسأله لرئيس الاتحاد بلديات ورئيس بلدية بقع كفرة حتى أشوف أي متى التسفيت الحقيقي وشو الأسباب التأخير. هيدي الطريق يلي عم بتشوفوها ما بدها إلا بس زفت، ما بدها شي غير هيك. طبعا اتصالاتكم مشاهدينا دايما على 04-444-444، فيكم تتواصلوا معنا على فيسبوك الحل عنا على البريد الإلكتروني ومباشرة لما منكون على الهواء يوميا، وأكيد فيكم تتابعوا بعدين ترجعوا تشوفوا الحلقة على الـ MTV. إلى اللقاء.